عالم الطيور عالم سحري يمتلئ بالأنواع الكثيرة، ومن أجملها طائر الطاووس، يلقب بملك الطيور وطائر الجنة، الطائر الذي يفرد ريشه ذو الألوان الزاهية في منظر تعجب له ويجذبك النظر إليه. هو من الطيور الثقيلة الوزن، والذي يمتلك مجموعة من المميزات تجعل منه طائرا فريدا من نوعه. يهوى العيش في الأماكن الخضراء والحدائق الباهية. الطاووس داخل المزرعة هو من أكثر الطيور المحببة لدينا، نستمتع بمظهره الجميل. وتربية الطاووس ليس بالأمر السهل كما يظنه البعض، ينتمي إلى عائلة الدراج، وموطنها الأصلي هو آسيا وإفريقيا. متعدد الزوجات ويقضي معظم وقته في البحث عن الطعام، ونخصص له مساحة 4 مترات طولا ومترين عرضا، يستطيع التحرك فيهما بكل حرية. تحدث عملية التكاثر في الطاووس عندما يصل الذكر الطاووس والأنثى إلى عمر 3 سنوات. يصدر الذكر بعض الأصوات المميزة التي تعد علامة البدء في مرحلة التزاوج. بعد حصول التزاوج الذي يتم عادة في فصل الربيع، تضع أنثى الطاووس حوالي 6 بيضات، تقوم بالرقد عليهم لمدة تصل إلى 30 يوما. هناك أنواع كثيرة من الطواويس، أهمها الطاووس الهندي، طاووس الكونغو، الطاووس الأبيض، والطاووس الأخضر. يربى الطاووس للاستمتاع بمنظره والاستفادة من ريشه، يضفي على الحدائق الخلفية للبيوت جمالية خاصة. يحتاج إلى 3 سنوات كاملة ليكتمل نمو ريشه. أهم ما يمتاز به طائر الطاووس هو جماله وشكله المتميز، ومن أهم صفاته الغرور والكبرياء والإعجاب بالذات، وتعكس مشيته هذه الصفات. له صوت مرتفع يقوم باستخدامه في تحذير باقي مجموعته من أي خطر قادم. ريش وذيل الطاووس يصل طوله أضعاف جسمه، ويفرده في شكل مروحة تجذب الانتباه. يتميز الذكر بأنه أكثر جمالا من الأنثى، وألوان ريشه أزهى وأطول من ريشها. يمتلك أمشاط قدم قوية وحادة، تعتبر بمثابة وسيلة دفاع قوية. الطاووس هو من أكثر الطيور المحبة للنظام، فهو لديه مكان معين لتناول الطعام، وأيضا مكان يخصصه للنوم. يعيش الطاووس فترة زمنية تتراوح ما بين 15 حتى 20 عاما، وإذا توفرت الظروف الملائمة قد تطول مدة حياته. داخل المزرعة نقدم للطاووس العلف الجاهز والبيض وبقايا الطعام من خضر وفواكه، بالإضافة إلى الحبوب، كما نقدم له وجبات سمكية من حين لآخر، وغالبا ما نقدم له حبوبا خاصة بالدجاج البياض
العلفية، وتتركب من الكالسيوم والبروتينات، وهو يفضل شرب الماء العذب عن الماء المالح. تمتاز الإناث بقدرتها على الطيران، ويمكنها الهرب من المخاطر بسهولة أكبر من الذكور. ريش الطاووس له فوائد كثيرة، فهو يستعمله مصممي الأزياء في إضافة لمسة جمالية على منتوجاتهم، ويزين به جدران المنازل، ويصنع منه الوسائد، ويعشقه هو الكتابة بالريشة أو الرسم بها. إناث الطاووس صعبة الإرضاء، فهي تحاول اختيار الذكر الذي يتمتع بريش شديد اللمعان، لأنه يدل على تمتعه بصحة جيدة، والذي ينعكس على فراخها بالصحة. يحتاج الطاووس إلى طقس دافئ، ويجب حمايته من الطقس البارد. يتعب عند تعرضه للإجهاد، والذي يمكن أن يتسبب في موته. نحن فخورون جدا بوجود أفضل وأجود طيور بمزرعتنا التاج الذهبي. أبواب مزرعتنا دائما مفتوحة لكم، وطوال أيام الأسبوع مرحبا بكم. الشكر الجزيل لمزرعة التاج الذهبي وأطرها الذين أمدونا بهذه المقاطع المصورة للاستعانة بها في تحضير محتوى هذه الحلقة. والشكر لكم متابعي قناتنا الأوفياء على إخلاصكم لقناتنا، ودمتم في رعاية الله.